مساء الخير. ما أن تجيل نظريك في مشارق هذه البلاد ومغاربها في محاولة منك لاكتناه ما يحصل حتى تشعر أن العالم الآخر يدور على محور آخر غير محور عالمنا نحن. كل الناس من شرقها الأقصى إلى غربها تفكر بشكل ونظام للمستقبل، بينما نحن ما نزال ننبش في الماضي، نعيد تقديسه، نفرز له سطوة ونقاتل ونقتل في سبيل تأبيده. تأبيد الماضي بكل علاته بات هاجسنا، فاختلف الأخ مع أخيه والجار مع جاره والقريب مع قريبه، وخرجت إلى العلن مكبوتات الإلغاء والتكفير باسم المقدس وصولا إلى القتل والذبح، وتراجع مفهوم الدولة والمواطنة والتراحم، الصفة الأرقى للاجتماع البشري. في حوارنا مع سيادة المطران ميشيل عون مطران جبيل للموارنة، سننطلق من وجوده في مدينة الحرف لنعيد التأسيس على المشترك الجامع في ثقافتنا الروحية، لجعل المختلف المفرق يتراجع، ونسأل في أفاق المستقبل. ولكن قبل الحوار صورة شخصية للمطران ميشيل عون. ولد المطران ميشيل عون في الدامور بلبنان عام 1959، حاز على إجازة من كلية اللاهوت الحبرية بجامعة الروح القدس الكاثوليك عام 83، وفي العام التالي رسم كاهناً. تابع دراسته في الجامعة الحبرية غريغوريانا للأباء اليسوعيين في روما، وحصل على دبلوم الدراسات العليا في اللاهوت العقائدي عام 89، ومنها أيضا حصل على الدكتوراه عام 95. تابع حياته بين الخدمة الكنسية والتدريس، فكان كاهن رعايا الكحالي والدمور والشياح بين الأعوام 84 و99، وأشرف على سنة الإعدادية في الإكليريكية المارونية بغزير وترأسها بين عامي 95 و98، كما ترأس إكليريكية أم الفادي في القاهرة ومعهد سان بنيديتو في روما، وصار نائبا أسقفيا في أبرشية بيروت ونائبا لرئيس جامعة الحكمة، كما ترأس الرابطة الكهنوتية بين الأعوام 2008 و2012. شارك بمجمع الأساقفة من أجل مسيحي الشرق عام 2010، درس اللاهوت في جامعة الروح القدس الحبرية الكاثوليك وجامعة الحكمة، ونشر مقالات لاهوتية وكنسية وآبائية في مجلات عديدة. انتخب مطرانا على أبرشية جبيل المارونية خلفا للبطريرك مار بشارة بطرس الراعي عام 2012. يتقن العربية والفرنسية والإيطالية والإنجليزية والسريانية. أهلا بكم في أجراس المشرق. أهلا بك سيادة المطران عون، أهلا بك عندك. يا أهلا فيك أستاذ غسان. سيادة المطران، المنطقة المشرقية وعالمنا العربي حقيقة يقع الآن على فالق زلزالي من حروب الداخل، من حروب المجتمعات على نفسها، ولبنان جزء من هذه المنطقة. برأيك كيف يمكن أن ينجو لبنان من في ظل هذه الحروب المستعرة في هذه البلاد؟ يعني يجب أولا العودة إلى التعقل. لقد ذكرت بأننا في جبيل بلاد الحرف والثقافة، والإنسان عندما يلتقي مع الآخر ويتحاور معه ويناقش معه كل الأمور التي تتعلق بالمواطنة، بالإنسانية، بالمشاركة في هذا الوطن، عندها يمكننا أن نصل إلى قواسم مشتركة، مدركين ومقتنعين بأن الحوار وحده هو الذي يبني المجتمعات والذي يبني الأوطان. أما التقاتل يقود إلى الانقسام، إلى التعصب، إلى الأصولية التي هي بعيدة كل البعد عن الدين، لأن الدين هو انفتاح، هو
اللقاء مع الله من أجل اللقاء مع الآخر. نعم. هل هذا الحوار شروطه متوفرة ما بين المسيحيين والمسلمين في لبنان انطلاقا ليكونوا نموذجا في المنطقة المشرقية برأيك؟ أنا أقول أن الحوار متوفر عندما نواجه الواقع انطلاقا من قناعاتنا، وخصوصا انطلاقا من المواطنة اللبنانية التي ننتمي إليها. أنا أعتقد بأن المشكلة الأساسية في لبنان على المستوى السياسي هو عندما ليس فقط عندما نربط لبنان بواقع الشرق الأوسط، ولكن عندما لا نتحرر من ارتباطات أحيانا يمكن أن تقود إلى تهديم الوطن أو إلى انقسام الوطن. هل بالإمكان فعلا في هذا الزمن المعاصر أن نكون في لبنان أو أن يكون لبنان برمته بعيدا عن مشاكل هذه المنطقة المتنوعة برأيك؟ وكيف يمكن له أن يكون فعالا في درء هذه المشاكل؟ هو ليس غريبا. نعم. لأننا نعيش في هذه المنطقة ونتفاعل معها، ولكن ما لا أقبله أنا أن ينتقل الصراع إلى لبنان. بأي معنى؟ لبنان من أول ما أسس 1920 دولة لبنان الكبير قامت على أساس هذا الموزاييك، يعني تعدد الطوائف، وحتى الدستور اللبناني قام على أساس احترام كل فئة وما عليها من واجبات وما لها عليها من حقوق. ولكن المشكلة عندما ننظر إلى الأمور بمنظارنا الضيق وبمنظار الغلبة. لذلك أنا أقول بأن لبنان يمكن أن ننجو إذا تعقلنا وعرفنا أن هوية لبنان أن يكون مسيحياً مسلماً شيعياً وسنياً، وأن علينا أن نتحاور من أجل أن نبني هذا الوطن على أساس المواطنة وعلى أساس أن كلنا يجب أن نساهم في بناء لبنان وفي الحفاظ عليه. أما إذا انتقلنا إلى منطق الغلبة، من سيغلب الآخر؟ وأحياناً هذا ما يحدث بلبنان، ننتظر، لن نؤلف حكومة لأننا ننتظر إذا كان سيسقط النظام في سوريا أو لا يسقط. عندما قال قداسة البابا يوحنا بولس الثاني أن لبنان هو أكثر من وطن، هو رسالة، كان يقصد رسالة التعايش والتناغم بين كل الأديان على أساس الاحترام وعلى أساس العقل، وهذا ما يمكن أن يكون نموذجاً. نعم. بالنسبة لكل بلدان الشرق الأوسط اللي فيها أيضاً بعض من التنوع. سيادة المطران، في بلدان العالم التنوع نعمة، وأعطي مثل أمريكا اللاتينية، هي بلاد متنوعة، متنوعة أثنياً ومتنوعة يعني حتى مذهبياً. إلى حد كبير تحول هذا التنوع ما بين المقيم الأصلي والذي أتى إليها إلى نموذج من المواطنة والحضارة. لماذا برأيك فعلا نحن في بلداننا المتنوعة كثيرا والأكثر قدما تحول التنوع إلى نقمة؟ تحول إلى نقمة لأن برأيي نبتعد عن الإيمان، عن الدين، لأنه الدين هو ما يربط الإنسان بخالقه. وإذا كنا نؤمن بأن الله هو محبة، هو يريد التلاقي، نحن نؤمن بالمسيحية بأن الله أرسل ابنه إلى العالم ليذكرنا بأننا جميعنا أبناء للآب السماوي. وبالتالي، وهذا ما ذكر به قداسة الحبر الأعظم بابا فرانسيس عندما أعطى عنواناً لرسالة السلام في اليوم الأول من السنة الجديدة، الأخوة هي ضمانة وطريق السلام. لأني عندما أنظر إلى الآخر كأخ لي في الإنسانية وبأننا جميعنا إخوة،
لأن الله هو أبي الجميع، عندها يتحول التنوع إلى غنى. أما إذا قادنا الدين إلى التعصب وإلى أن أنظر إلى الآخر كمنافس أو كغريم لي، عندها بالنسبة لي يصبح الدين ابتعاد عن الله وليس القرب منه. سيادة المطران عام، ولكن اللبنانيون المسيحيون أنت تعرف جيدا أنهم يوغلون، يذهبون بعيدا في السياسة وفي الاختلاف السياسي، ليس بالمنطق الديني، جميعهم يقول عن نفسي أنه مؤمن والإيمان هو علاقة ما بين الفرد وخالقه. هذا الاختلاف السياسي الذي يؤدي إلى مشاكل في السياسة الداخلية اللبنانية حتى بين المسيحيين أنفسهم، لكي لا أتكلم عن المسلمين، إلى ماذا يؤدي هذا الاختلاف برأيك؟ هذا الاختلاف يؤدي إلى ضعف. لماذا؟ لأننا عندما ننظر إلى الإيمان الذي يربطنا بالله، ولكنه في الوقت نفسه يعطيني هذا التحرر الداخلي، لأني أنا أريد أن أكون مواطن في لبنان وأن أسعى أولا وآخرا إلى بنيان هذا الوطن وهذا المجتمع اللبناني. لذلك عندما تتقدم المصالح الشخصية أو الأجندات الخارجية بارتباطنا الخارجي على حساب الوطن وعلى حساب المواطنة، عندها هنا تكمن المشكلة. والمسلمون أيضا مختلفون يعني في هذه البلاد. إذن هل يمكن أن نقول أن الوضع ليس وضعا إيمانيا ولكنه وضع سياسي؟ يعني الاختلاف الإسلامي والقرآن أيضا واحد، والنبي واحد، كما أن المسيح واحد عند المسيحيين. إذن نحن هل نحتاج إلى مثلا عقد اجتماعي جديد، إلى نموذج آخر من المواطنة؟ ماذا نحتاج حتى يعود هذا المجتمع ليكون متشابكا مع بعضه البعض؟ يجب أن نعود إلى عقد اجتماعي جديد، يعني إلى أن نفكر بأننا كلنا نبني هذا الوطن. أنا أطرح السؤال، تفضل. لماذا الخلاف؟ على ماذا؟ يعني هل نريد مثلا لبنان أن يكون فقط مسيحيا أو أن يكون سنيا أو أن يكون شيعيا، أو نريد سيطرة لفئة على أخرى؟ يعني أليس هناك من مجال بأن نعيش كلنا مع بعض كما كان في الميثاق اللبناني بين المسيحيين والمسلمين بهذا التفاعل؟ بس عندما ننظر إلى المرحلة الأولى، عندما كانت الأحزاب، مثلا نحكي عن الكتلة الدستورية والكتلوية، اللي كان بكل كتلة هناك المسيحي والسني والشيعي والدرزي، وكان هناك تنافس على المستوى السياسي من أجل تقديم ما هو أفضل. هذا هو لبنان الذي نريده، أن يكون مبني على المواطنة وليس على الأحزاب الدينية. نعم، لفتني سيادة المطران أنك حذرت من المارونية السياسية، ولكن أيضا هناك سنية سياسية في لبنان، وهناك شيعية سياسية في لبنان، وهناك درزية سياسية في لبنان. هل الذهاب بالمذاهب إلى السياسة يؤدي إلى تفتيت هذا البلد؟ أكيد 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 أكيد، وأصر على هذا الأمر. ما الحل؟ الحل هو أن نقتنع بأن لبنان هو لنا جميعنا، لأنه لما نرجع نتعاطى بالأمور السياسية على المستوى العقل وعلى مستوى الوطن والتمسك بهذا الوطن كوطن في مساحة للجميع، عندها العمل السياسي يختلف. نعم. هل أنت متفائل، بمعنى مش التفاؤل أو التشاؤم، أنه يمكن للبنان أن يقطع مرحلة هذه الاختلافات إلى مرحلة أفضل برأيك؟ أنا أؤمن بذلك. نعم. لأنه يوجد ما يكفي من العقلاء من المسيحيين ومن المسلمين. لذلك أنا أراهن أن أمام موجة التعصب والتكفيريين وكل الأشخاص الذين يجرون البلاد إلى الخلف، أنا أؤمن بأن هناك مسيحيين ومسلمين عقلاء يستطيعون أن يتحاوروا ويستطيعون أن يسعوا إلى
أن نعمل هذا العقد الاجتماعي الجديد على أساس المساواة، على أساس احترام الآخر، وليس على أساس الخوف من الآخر وأن الآخر يعني يريد أن يغلبني أو أن ينتصر علي. أعزائي، اسمحوا لنا أن نتوقف مع وثائقي قصير عن أبرشية جبيل المارونية، ثم نعود لمتابعة هذا الحوار مع سيادة المطران ميشيل عون، ولكن بعد الفاصل. دخلت المسيحية مدينة جبيل مع كرازة بطرس الرسول وتلميذه يوحنا مرقس الذي أصبح أول أسقف عليها، وتحمل الكاتدرائية اليوم اسمه، ومنها القديسة الشهيدة الصبية أكويلينا الجبيلية 281-393، وشارك أساقفة جبيل في المجامع المسكونية. بدأت الرسالة المارونية في أعالي بلاد جبيل الوثنية مع إبراهيم القورشي تلميذ مار مارون أوائل القرن الخامس، وسكن فيها البطاركة الموارنة على مدى 695 سنة ما بين العامين 750 و1445. كانت أبرشية جبيل المارونية من سنة 1837 حتى 1990 نيابة بطريركية تابعة للأبرشية البطريركية، حين أعلن مجمع أساقفة الكنيسة المارونية نيابة جبيل أبرشية قائمة بذاتها، وانتخب أسقفا لها هو المطران بشار الراعي. وتمتد حدودها ما بين نهر إبراهيم وجسر المدفون صعودا حتى أعالي جبل المنيطرة وجرد العقورة فجاج وترتج وصولا إلى ميفوق. تضم الأبرشية حاليا 83 رعية و84 كاهنا أبرشيا و4 شمامسة و16 طالبا إكليريكيا، وفيها دير مار مارون عناية حيث جثمان القديس شربل، ومنها الطوباوي إصطفان نعم اللحفدي، ويوجد على أرضها أديار ورعايا ومدارس ومياتم ودور عناية بالمسنين ومستشفى يخدمها رهبان وراهبات من رهبانيات وجمعيات متعددة، ويبلغ عدد كهنتها العاملين 61 كاهنا، ولها 17 كاهنا في إرساليات بتسعة بلدان و21 راهبا من رهبانيات مختلفة. أهلا بكم مجددا في أجرس المشرق. سيادة المطران عون، إذا ذهبنا إلى التأسيس على المشترك بما يجمع الناس في هذه المنطقة، بما يجمع العلاقة بين المسيحيين والمسلمين، نجد صورة متقدمة للسيدة العذراء، وهناك مؤتمر عن مريم العذراء ودورة. لنبدأ هكذا مباشرة من دور السيدة العذراء في الإيمان المسيحي، ليس فقط الإيمان، يعني ما برأيك ما هو دورها في الإيمان والثقافة المسيحية للعذراء مريم، قبل أن ننتقل إلى العلاقة مع المسلمين؟ يعني مريم العذراء هي أم يسوع. نحن نركز في المسيحية أولا على اختيارها من الله، أن الله اختارها، وهذا الاختيار لم يلغي حريتها، لأننا نؤمن كمسيحيين ونقول بأن العذراء هي مملوءة من النعمة، أي أن الله ملأها نعما. والبعض يتساءل إذا كانت يعني هي قديسة منذ الحبل بها في أحشاء والدتها، فأين حريتها؟ ونجيب بأن النعمة هي التي تقود الإنسان إلى التحرر الداخلي، لأننا عندما نصنع الخطيئة نحن لسنا أحرار، ولكننا عبيد للخطيئة ومستعبدين لها. ولذلك العذراء أولا تعلمنا هذا الانقياد لإرادة الله. هي التي قالت في الإنجيل عندما كانت في عرس قانا الجليل،
افعلوا ما يأمركم به، أي أن العذراء بالنسبة لنا هي التي تعلمنا الإصغاء إلى الرب يسوع والانقياد لإرادة الله بتواضع وببساطة العيش. لذلك هي الشفيعة عندنا نحن المسيحيين، نطلب شفاعتها لأنها تصلي من أجلنا ونحن نتمثل بها من خلال إيمانها، إصغائها إلى كلمة الرب والانقياد للعمل بحسب مشيئة الله في حياتها. وهنا عظمت القديسة مريم. نعم، أليست هي منطلق المسيحية من مفهوم البشارة ككلمة الله؟ أكيد، يعني لأن مريم هي صورة هذه البقية الباقية من الشعب المختار التي كانت لا تزال في حال انتظار المخلص، لأن الوعد طال في العهد القديم. ولذلك مريم بصورتها متأملة بكلمة الله وأمام الله عندما بشرها الملاك، حتى قبل أن تفهم عمق هذه البشرة قالت أنا أمة الرب فليكن لي بحسب قولك. وهنا عظمت مريم في انقيادها في مشروع الله الخلاصي الذي تحقق بالكامل بيسوع المسيح. وأيضا من الملاحظ سيادة المطران عون أن السيدة العذراء هي محورية بين كل الكنائس المسيحية، يعني الكنائس باختلافاتها الطقسية تبقى السيدة العذراء نقطة محورية. ما دور السيدة العذراء في وحدة الكنائس المسيحية المتفرقة أولا؟ يعني هو دور العذراء مريم بأننا جميعنا نكرمها في صلواتنا. يعني إذا نظرنا إلى التقليد الشرقي والتقليد الغربي في الكنيسة الكاثوليكية أو في الكنيسة الأرثوذكسية، نجد دائما المكانة الأولى بعد المسيح للسيدة العذراء، ولذلك هي تقودنا إلى أن ننظر باتجاه واحد. لذلك والوحدة تبدأ عندما لا نقول بأني مع حق وأنت يجب أن تعود إلي، يعني ليس المجال الكلام عن من هو يملك الحق، يملك الحقيقة ومن هو على خطأ، ولكن بأن نتعلم على مثال العذراء مريم أن ننظر في الاتجاه الواحد، أن ننظر إلى يسوع المسيح، لأنه هو الذي يساعدنا على يمكن ردم الهوة إذا كان هناك من هو لكي نتحد ونعرف بأن ما يجمعنا هو أكثر بكثير مما يفرقنا. نعم، اسمح لي أن أتابع معك في موضوع الحضور المريمي في البنية الثقافية للمسيحية ودور السيدة العذراء في حياة الأفراد. من الملاحظ أن الأفراد المسيحيين دائما يذهبون بالشفاعة أولا إلى السيدة العذراء، مما دليل على هذا الحضور. إلى ما يعود حضور السيدة العذراء الفردي بحياة الأفراد المسيحيين؟ أنا أعتقد إلى بداية إلى الصلوات، لأننا عندما ننظر حتى إلى الصلوات القديمة جدا نرى أنه العذراء مريم كانت موضع تكريم من المسيحيين، وهذه الصلوات هي التي تجعلنا ننظر لها كشفيعة. نحن هناك ترنيمة نقول أنت الشفيع الأكرم عند ابنك يا مريم، أي أن العذراء بشفاعتها هي التي تذكرنا دائما بدعوتنا المسيحية وبكيفية عيشنا للإيمان المسيحي، لأن المسيحية ليس فقط أن نؤمن بمجموعة معتقدات ولكن أن نعيش هذا الإيمان وأن نشهد له بحياتنا، أن نعيش المحبة، أن نعيش التسامح، أن نعيش التضامن. وفي كل ذلك مريم تعلمنا، لأنها هي القديسة التي كانت دائما بكل كيانها منقادة لمشروع الرب الخلاصي. أليس هذا يعود إلى يعني إلى فترة بصراحة بعلم الآثار وبالأسطورة ما قبل المسيحية؟ سيادة المطران، عندما بحثت أنا في هذا الموضوع كان
كان أول مذبح على اسم السيدة العذراء وهو يعود إلى سنة 70 بالميلادية، بناه بطرس الرسول في طريقه إلى أنطاكيا في طرطوس، والكنيسة ما زالت قائمة، هي الآن متحف للمدينة. ولكن وجدت أن أغلب الطقس المسيحي يتمحور أن هناك شهر مريمي لمريم العذراء، هناك مدائح للسيدة العذراء. هذا هل هو دلالة على مكانة المرأة في المسيحية أو المكانة الخاصة للسيدة العذراء في المسيحية؟ أكيد المكانة أولا للسيدة العذراء، وأيضا لمكانة المرأة. لما نحكي أيضا على المستوى العاطفي، مع أنه هي منة بهالمعنى، أنه إذا أنا بقول بدي واسطة عند يسوع، من في أكثر من الأم؟ الأم هي التي تمون على ابنها، وهكذا هي الصلوات المسيحية كلها. هناك صلاة قديمة جميلة جدا، إلى حمايتك نلتجئ يا والدة الله القديسة، فلا تغفلي عن طلباتنا عند احتياجاتنا إليك، لكن نجينا من جميع المخاطر أيتها العذراء المجيدة مباركة. وهذه صلاة تعود إلى القرن الثالث، يعني أي أن الصلوات التي تتوجه إلى العذراء مريم هي قديمة جدا، ولذلك لها مكانتها في داخل الكنيسة. المجمع الفاتيكان الثاني عندما تكلم عن العذراء مريم لم يفصلها عن الكنيسة كجماعة المؤمنين، لأنها هي تصبح المثال الأعلى لكل مسيحي بإيمانها وبعيشها للقيم المسيحية. سيادة المطران، ما يلفت النظر أيضا يعني رغم كل هذا الحضور الساطع للسيدة العذراء في الإنجيل، ولكن هي وردت ثلاث مرات، يعني وردت في بداية البشارة بقانا الجليل، يعني بداية، وفي منتصفها أمام الصليب، بينما السيدة العذراء موجودة 34 مرة يرد اسمها في القرآن الكريم. هل على هذا عولتم؟ وألا تستغرب هذا الحضور الطاغي للسيدة العذراء في القرآن والأقل حضور في الإنجيل؟ لا 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 أقول أقل حضور في الإنجيل، نعم. لأنه الإنجيل هو بمجمله بشرى سارة، والهدف الإنجيل هو أن نعلن بشرى يسوع المسيح، نعم. والعذراء مريم مكانتها في هذه البشرى، منذ أن بشرها الملاك واختارها الله في الميلاد مع حياة يسوع كفتى في الناصرة، ثم في رسالته كانت تظهر العذراء مريم، مثلا في عرس قانا الجليل عندما ينهي سرد هذه الأعجوبة، هذه كانت أولى آيات قام بها يسوع، أظهر مجده وآمن به تلاميذه، لأن العذراء مريم كانت مؤمنة قبل التلاميذ، نعم. أي أن عندما توجهت إلى ابنها كانت هي المؤمنة الأولى. أما في القرآن الكريم هناك سورة مريم وسورة عمران، فإذا العذراء هي التي اصطفاها الله بين كل نساء العالمين، وقبلت أيضا بشرى الملاك جبرائيل، والتي ولدت عيسى أي المسيح، وهي أطهر كل النساء. لذلك هناك يعني تصبح العذراء نوعا ما كقاسم مشترك يعني بين المسيحيين والمسلمين، وهذا ما قاد المسيحيون والمسلمون في لبنان إلى أن يعلنوا 25 أذار مارس هو عيد وطني، لأننا نجتمع كمسيحيين ومسلمين حول سورة العذراء مريم. هل وجدتم أن هناك من يستوعب أن السيدة العذراء في القرآن لديها آية، يعني سورة مريم هي من 98 سورة، من 98 آية، وأتبعت بسورة آلهة آل عمران ب 200 آية، وأن ما نزل أمر حقيقة ملفت النظر، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك، اصطفاك مرتين على نساء العالمين بآل عمران رقم 42. طيب هذا الكلام هل
يمكن أن نقتنع أنه بالإمكان توحيد المسيحيين والمسلمين في هذه البلاد على القاعدة المريمية برأيك؟ يعني توحيد على القيم، يعني على بمعنى على نعم القيم نعم وعلى نعم المواطنة. أكيد يعني طرحت سؤال أستاذ غسان عن التكفيريين نعم. أنا بالنسبة لي التكفيريين وهودي منهم المؤمنين ولا بالإسلام إيه؟ ولا بالإسلام ولا بالإسلام، لأنه لا يمكن أن يكون هناك إنسان مؤمن ويبتغي العلاقة الصحيحة مع الله عبر صلاته ويكفر الناس ويقتلهم باسم الدين. أنا لا أتصور أن هناك مؤمناً يقتل باسم الدين. عندما يقتل باسم الدين هذا يعني بأنه بعيد كل البعد عن الإيمان، هو في التعصب، نعم هو في الظلمة، لأن الدين الحقيقي يقود الإنسان إلى النور. إذا كان هناك من إنسان لا يزال في الظلمة ويدعي الإيمان هناك تضارب، نعم. هذا يعني بأنه ليس مؤمنا على الإطلاق. سيدنا أنا سؤالي فعلا، هل في الداخل وفي الروح وجدتم هذا التقبل للمشترك عبر السيدة العذراء؟ أنا من خلال علاقتي مع أصدقاء كثير من المشايخ المسلمين إن كان شيعة أو سنة، نعم هناك هذا التقبل، لأنهم يؤمنون. يعني هن عندما يتلون القرآن ويصلون القرآن، إذا كان القرآن يتكلم عن طهارة مريم العذراء وأن الله اصطفاها، فإذا هم يقدرون أيضا هذا الكلام. وبدون شك يعني كمثل الكلام عن مريم العذراء وأمور عديدة يمكن أن نلاقيها في الإنجيل وفي القرآن، هذه يجب أن تصبح القواسم المشتركة التي نبني عليها إنسانية أفضل وعلاقات إنسانية أفضل ومواطنة أفضل ووطن يساع الجميع ونبنيه كلنا سوا بإراداتنا الطيبة. كيف يمكن انتقال هذا الإيمان من قادة رجال الدين إلى الناس سيادة المطران وبوقت قليل إذا أردت؟ هو ينتقل عندما ننقل إليهم هذا الروح. يعني أنا أتكلم مثلا عندما أعظ في الكنيسة وأنقل هذا التعليم وهذا الإيمان العميق بالعذراء مريم، الناس تتأثر بهذا الكلام وتتبناه. وهذا ما أدعو إليه أيضا المشايخ المسلمين، أن يكونوا في خطابهم في المساجد لا تكون الخطب مجرد مناسبة لتحريض الناس أو لإيصالهم أي فكرة، ولكن أن يوصلوا إليهم يعني هذه القيم الإيمانية التي دائما تدعو الإنسان إلى الالتزام. يعني لأنه الإيمان عندما يبقى فقط نظريا وبعيدا عن الالتزام بالإنسان والالتزام بالوطن، عندها تكون المشكلة، لأن يكون هناك انفصال بين الإيمان نظريا وبين الواقع وكينونتي كمؤمن مسيحي أو كمؤمن مسلم. أعزائي اسمحوا لنا أن نتوقف أيضا مع فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحوار مع سيادة المطران ميشيل عون راعي أبرشية جبيل المارونية. أهلا بكم من جديد في أجراس المشرق. سيادة المطران عون، تجسيد القيم المسيحية يبدو على درجة عالية من الصعوبة، ولكن السيد المسيح قال احمل صليبك واتبعني، أي أن الموضوع موضوع ثقيل. في ظل هذا العالم الذي ينحو كثيرا باتجاه الكراهية والتنابذ، كيف يمكن تجسيد القيم المسيحية برأيك؟ يعني أولا نجسدها يعني كما ذكرت بالرسالة اللي أعطانا إياها البابا فرانسيس، لحتى طلع عنوان الأخوة هي التي تبني السلام وتبني المجتمعات. لا شك أن كلام المسيح هو كلام سامي، وأحيانا
عندما نقرأه نعجب به، ولكننا نختبر بأن هناك صعوبة في عيشه، لأنه كلام روحاني، يعني يدعوني مثلا إلى أن أغفر لمن يسيء إلي، يدعوني إلى أن أتكل بالكامل على العناية الإلهية. يقول لا تعبد ربين، وغالبا كل المشاكل اللي بتصير بالعالم هي صراع على المصالح لعبادة رب المال، عبادة رب المال. لذلك تعليم الرب يسوع هو تعليم سامن جدا، ونحن نقول بأن من يقبله يقبله بالإيمان وبعمل الروح في حياته. يقول القديس يوحنا في مطلع إنجيله عندما يتكلم عن سر التجسد، يقول جاء إلى بيته فما قبله أهل بيته، أما الذين قبلوا وهم المؤمنون به أعطاهم أن يصيروا أبناء أو أولادا لله، هم الذين لا من رغبة رجل ولا من لحم ولكن من الله ولدوا. أي أن الإيمان هو ثمرة هذه الولادة الجديدة، أي عندما أحيا أحيا أيضا ليس فقط من الأمور المادية ولكن من عمل الروح القدس في حياتي. لذلك الإيمان المسيحي يرتكز على هذا التفاعل بين ما أسعى إليه وما أقوم به، وأيضا ما يعطيني الله أن أعيشه عندما ألتجئ إليه بالصلاة وبطلب هذا الروح. سيادة المطران، ولكن الإيمان المسيحي لدى إنساننا المعاصر هو يخضع بطريقة ما لسيطرة ثقافة التسليع، ثقافة السلعة، ثقافة الحياة المادية. كيف يمكن إنقاذ الإيمان المسيحي من هذه السطوة؟ أنا أعتقد بإعادة إعلان هذه البشرى السارة. يعني إيماننا المسيحي يرتكز أساساً على الخلاص الذي حققه الرب يسوع بموته وقيامته، والقيامة ليس فقط كحدث مفصول عنا، أي أن المسيح نحن نؤمن بأنه بعد أن مات ودفن قام في اليوم الثالث، ولكن أن تكون ثمار قيامته حاضرة في حياتي. ولذلك عندما أعلن هذه البشرى ويستقبلها الإنسان بالإيمان، عندها يصير هناك تفاعل بين ما نحياه ونعيشه وبين أيضا هذا الإيمان القادر على أن يرفع الإنسان تدريجيا. بمعنى إذا كان الله غائبا وهذا البعد الروحاني، أتحول إلى إنسان محض مادي منغمس في أمور الدنيا وأسعى إلى تحقيق ذاتي من خلال الأمور المادية ومن خلال عملي وكل الأمور. أما عندما يأتي نور الإيمان، عندما يصير هناك نوع من حوار بين هذا الواقع وما يشدني إلى الأرض، وأيضا دعوة الله التي تجذبني إلى العلا، وهذا ما يضع الإنسان في مسيرة إيمان. لذلك نحن لا نتكلم فقط عن الإيمان بمجموعة عقائد، ولكن عن الإيمان الذي يتحول إلى حياة. ولذلك حتى أنا المطران، أنا رجل الدين، أنا في مسيرة إيمان يومية، حتى لا أتعلق بشكل مفرط بالأمور المادية وبالعمل وبكل أمور، ليبقى الروح هو الذي ينفح حياتي بهذا النور السماوي لكي أرتقي بالإيمان تدريجيا يوما بعد يوم. أنت تحفزني على أن أذهب عميقا في الفكرة. سيادة المطران، السيد المسيح في عمادته على يد يوحنا المعمدان جرب فيما بعد ورفض تجربة الشيطان بكل إغراءاتها، وبعدها ذهب إلى الجليل، إلى كفرناحوم، ولحقته أمم من مثل ما بيقول بالإنجيل من سوريا والديكابوليس والمدن العشر واليهودية والسامرة. سريعا الناس تبعت نموذج السيد المسيح، ولكن الآن الذي رفض الإغراء، ولكن الآن نحن
بعالم مغرق بالمادية، كيف يمكنك وأنت المطران المسؤول عن أبرشية حماية رعيتك أمام هذا الإغراءات، وبشكل يعني بعيدا عن تأثير هذه الميديا، بعيدا عن تأثير هذه الحياة المدنية؟ يعني عذرا على إطالة شرح فكرتي، ولكن أنا أطلب كيف عمليا تقوم بذلك؟ عمليا من خلال الوعظ والتعليم، عندما أؤكد للإنسان بأن السعادة الحقيقية التي يصبو إليها وأن معنى حياته لا يأتي من الأمور المادية. ممكن يكون معك كل مال الدنيا، ولكن الإنسان المخلوق على صورة الله ومثاله، مخلوق للعلا، لا يمكن أن يتحول إلى محض إنسان مادي. لا شك أن المادة تجذب الإنسان، ولذلك عندما أعلن له هذه الحقيقة بأنه إذا أراد أن يكون سعيداً لا يعني بأنه يجب أن يتخلى عن كل شيء، ولكن أن يدخل الروح في هذه المادة، فلا تستعبده المادة. لذلك إذا كان في روح الله، وإذا كنت غنياً أو لدي من الأمور ما هو متوفر، عندها أستطيع أن أنظر إلى الفقير، أن أعيش المشاركة الحقيقية، لأنني أختبر بأن حياتي لا تأتي من المال ولكن تأتي منه، وعندها أستطيع أن أستعمل المال وأكون أنا مسلط عليه، لا أن أكون عبدا له كما يحذرنا الرب يسوع. لذلك عندما بتعليمي بإرشادي بعلاقتي مع الناس تصل إليهم هذه القيمة الروحية التي تدعوهم إلى التحرر، يعني إلى عيش الحرية العميقة، أي لا أن لا أكون منقسما في ذاتي بين الأمور المادية والنزوات وكل الأمور، ولكن تتوحد رغبات قلبي إلى ما هو الخير، عندها أصبح أنا مسلط على المادة وليس عبدا لها. يبدو هذا صراع أزلي سيادة المطران ما بين مفهوم الخير ومفهوم الشر، وفي النتيجة المسيحية جاءت بفترة ما من الزمان لتبث ثقافة جديدة. هذه الثقافة تعتمد على روح التسامح والتحابب، لا بل مثل السامري الصالح، يعني واضح لنا جميعا في هذا العالم الغارق بالفردية، كيف يمكن أن تخرق المسيحية جدار هؤلاء الأفراد؟ يجب أن نعلن البشرى الجديدة مجددا، هذا ما يؤكده كل عمل البابوات في الفترة الأخيرة. عندما نتكلم اليوم عن نوفيل إيفانجيليزاسيون، أي الأنجيل الجديدة أو إعلان الجديد للإنجيل، هنا نقصد بأننا يجب مجددا أن نعلن هذه الكلمة التي تعطي الحياة إلى إنسان اليوم، إلى المسيح اليوم الذي أصبح منغمسا في كل هذا العالم الذي يدعونا بكل طاقاته إلى الأمور المادية، إلى السعادة التي ترتبط باللذة البشرية، إلى أن يختبر إنسان اليوم كما يقول القديس بطرس عندما بإنجيل يوحنا الفصل 6، بعد أن يسوع تكلم عن سر القربان، عندما قال من يأكل جسدي ويشرب دمي له الحياة، عندها تركه الكثير من الذين كانوا يتبعونه، فينظر الرب يسوع إلى الاثني عشر فيقول لهم أتريدون أنتم أيضا أن تذهبوا مثلهم؟ يجيبه بطرس، سمعان بطرس، إلى من نذهب يا رب وكلام الحياة الأبدية عندك؟ أي عندما أنا أعلن هذه الكلمة ككلمة تعطي الحياة الأبدية، ليس فقط بالمعنى بعد الموت، ولكن تعطي حياتي بعدا آخر، عندها الإنسان يكتشف النور الحقيقي الذي يقود حياته في الطريق، في طريق الصواب، في طريق المحبة، لأن عيش المحبة لا يتعلق فقط بإمكانيات البشرية، ولكن باستقبال الأنوار السماوية لكي بنعمة الله أعيش المحبة والمغفرة والمساعدة. ألا تعتقد أن القيم المادية يجب أن تحارب فعلا وعمليا؟ أنا لا أريد أن أتكلم عن
محاربة بمعنى كما لو ليس قتال، محاربة بالمفهوم الثقافي الفكري الوعظي. يعني يجب أن نقود الإنسان إلى هذا الوعي بأنه يعيش إنسانيته بالكامل عندما يصل إلى الحرية العميقة. وعندما أتكلم عن الحرية العميقة أيضا بعلاقته مع الأمور المادية، بعلاقته مع العالم، يجب أن يكون إنسان متحرر من الداخل، عندها يصنع الخير، عندها يزرع المحبة في كل مكان، وعندها يستعمل المادة ليس للقتل ولكن للخير. اسمح لي أن أنتقل أيضا إلى موضوع يعني أيضا معاصر من المشاكل المعاصرة التي تعترض المسيحية. مفهوم العائلة لدى السيد المسيح كالعائلة المقدسة في المسيحية أمر هام جدا، واعتمدت عليه الكنيسة فعليا في استطالة هذه الحياة المسيحية. هو بات مهددا في بلادنا، بات مفهوم العائلة مهددا في أوروبا، في الغرب انتهى، يعني عظم الله أجركم بالتعبير الإسلامي، خلصنا منه. كيف نعيد لنحافظ على مجتمعاتنا، كيف نعيد للعائلة، لمفهوم العائلة دورها سيادة المطران؟ يعني أولا نشكر ربنا بعدنا ببلادنا المشرقية بلبنان بالدول العربية بعد العائلة إلى مكانتها، لأنه إذا كان عندي عائلة صالحة عندي مجتمع صالح، وعندما أهدم العائلة أهدم المجتمع. كيفية المحافظة من خلال كمان دعوة الشبان والشابات إلى أنه يعملوا عائلة صالحة، إن كانوا عائلة مسيحية أو عائلة مسلمة. نحن ندعيهم بالمسيحية أيضا أمام موجة الطلاق اللي عم توصل من الغرب، يمكن نتيجة انفتاح العالم وتحرر المرأة وأنه تقدر تكون مستقلة، يعني كل أمور تساهم إذا كان هناك من خلاف إلى انهيار العائلة. ولكن عندما نبني العائلة من خلال تعليمنا ومن خلال المثل على القيم المسيحية، على قيم المحبة والحوار وعلى قيم المغفرة المتبادلة، لأنه ما في إنسان كامل، الرجل والمرأة كل واحد منهم عنده ضعفه، وبالتالي عندما يكون هناك حوار و مغفرة متبادلة ومحبة وتضحية، يعني إذا بطل بدي ضحي كيف ممكن أنا أحافظ على العائلة؟ ساعتها تبقى العائلة هذه القيمة التي تبني المجتمع. أشكرك جدا. أعزائي، في عالم تسوده الصراعات المادية والروحية ويصبح العمل القيمي عملا صعبا، لكن لابد لمن تنكبوا البحث عن خشبة الخلاص من أن يحملوا خشبة صليبهم وينطلقوا لترسيخ ثقافة ما يجمع الناس، إقصاء للحروب وويلاتها وللمحن وأهوالها التي جرت على الجنس البشري لعنة الكراهية وأبعدت نعمة التسامح. شكرا لسيادة مطران جبيل للموارنة على استضافة أجراس المشرق في كنيسة السيدة العذراء بعمشيد قرب جبيل ولحضوره معنا في هذا البرنامج. شكرا للزملاء العاملين في أجراس المشرق فردا فردا، مع خالص تقديري لجهودهم، جهودهم أسبوعيا لدعم هذا البرنامج. شكرا لدعمكم أنتم أيضا ومتابعتكم لما نقدمه، ودائما سلام عليكم وسلام لكم.